تفضلت. بداية نذكر صحافة يوتيوب كشخص الأخ حامد الحقاني على استجابة ديالو للدعوة والحضور معنا للندوة الصحفية ومؤتمر في إطار المهرجان الدولي للمسرح. هذا المولود الجديد اللي هو بغيو أنه يكون مركز يقول غيره على المسرح بصفة خاصة والثقافة بصفة عامة، وهي دعوة مفتوحة كذلك لكل الاقتصاديين المغرب أنهم يدعموا الفعل الثقافي، لأن العقول يمكن لها تقدم إلا انطلاقا من الثقافة، والثقافة هي الوحيدة والكفيلة اللي ممكن أنها تحل لنا واحد مجموعة ديال القضايا ومجموعة ديال المشاكل. ولكن شيء إرهاب اليوم حاضر فهذا لغياب الثقافة فقط. اليوم نستحضر الثقافة، نقتل الإرهاب، ونقول الجميع مرحبا في المهرجان الدولي للمسرح. شكرا سالم طارق.